السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم وأهلا وسهلا بكم. معكم زياد هادي، أستاذ آلة العود والعلوم الموسيقية والغناء العربي من بغداد. تحياتي لكم ورحب بكم أجمل ترحيب وياكم. نستمر بالدروس الموسيقية، وعيد بسبب أنه كثير من الناس يسألون على طريقة تعلم العود والدروس المهمة اللي هي حقيقة أنه توالم المتعلم في بدايته، واللي يريد يقوي العزف مالته وطريقة التمرين وطريقة التعلم. أول قضية إحنا لازم ناخذ الأوتار اللي هي موجودة بالعود، وثم الأصابع. نلاحظ قدامكم يعني مثلا عندنا سلم عجم، راح ناخذه بالطريق إن شاء الله نبدي بيها من جديد. مثل عندنا هنا هذا دو، إصبع ثالث، ري، مي، فا، صول، لا، سي، دا، دو، سي، لا، صول، فا، مي، ري، دو. قبل البداية، قبل ما نبدي بالأصابع، احنا لازم نعرف انه ناخذ تمارين الريشة بالمدرسة العراقية اللي هي تختلف عن بقية المدارس، اللي هي ريشتها بالتمرين نازل صاعد نازل نازل. فلازم مسكة الإيد راح تكون قريبة في هذه، تكون هنا، وتبدي بالأصابع اللي هي راح نعطيكم إياها إن شاء الله. فتكون عندنا هذا دو دو تشتغلها في قضية التمرين. لازم أنت في بدايتك تخليها في بالك أنه طريقة التمرين راح تكون هي في بدايتها هي الريشة. لاحظ هذه مسكة الريشة، وتكون طريقتها في بداية التمرين مالتك. ولازم انت تعرف ثلاثة، تحفظ قاعدة ثلاثة اثنين ثلاثة اثنين اربعة، والاخير شيء مطلق. يعني ثلاثة اصبع الثالث دو، ثم ري مطلق، ثم اثنين مي، ثم ثلاثة فا، ثم صول مطلق، ثم لا اصبع ثاني، ثم سي اصبع رابع، ثم دو مطلق. طريقة الريشة اللي قلت لكم اياها بالبداية انه نازل صاعد نازل نازل. ناخذ الطريقة هاي، الطريقة المدرسة العراق، ناخذ الطريقة المصرية اللي هي بالريشة، هي تكون عندك صاعد نازل فقط. يعني دو ري فا صول لا سي دا دو سي لا صول فا مي ري دو. اتمنى انه استفادتوا من هذا الدرس البسيط اللي راح نبدي بيها بالدروس ان شاء الله نفهمكم بيها. وتحياتي لكم، واتمنى انه تشتركون، وانتظر استفساراتكم وملاحظاتكم، ولا تنسون الاشتراك بالدورات الموسيقية، ورقم الواتساب موجود في الصفحة، وموجود ايضا في جوا او تحت فيديو اليوتيوب، وانا حاضر في الاشتراك بالاونلاين او الذهاب الى بيت الطالب. الأونلاين هي 8 محاضرات، مدة المحاضرة 8 محاضرات شهريا، مدة المحاضرة ساعة، والذهاب البيت هي 6 محاضرات مدتها ساعتين للمحاضرة، ودي ساعتين ممكن أكثر. تحياتي لكم ومع السلام. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.